المخرج جمال ياقوت، مخرج وأستاذ أكاديمي ودكتور بقسم التمثيل والإخراج بكلية الأداب بجامعة الإسكندرية. أخرج العديد من العروض المسرحية الهامة، أهمها عرض القرد كثيف الشعر الذي حصل على العديد من الجوائز بالمهرجان القومي، وحصل على جائزة أفضل عرض متكامل، كما أخرج العديد من العروض المسرحية المتميزة، فهو يعتبر مدرب تمثيل متميز ومدير مهرجان مسرح بلا إنتاج في الإسكندرية، ومن الأسماء الرنانة التي لها ثقل في تاريخ المسرح السكندري وأيضا في المسرح المصري الحديث. تحية احترام وتقدير للمخرج جمال ياقوت.